عليك ولك سويت ابني سريك سريب ايش انت عمك تهتمني ليش انت حاسب بابا بس هاي السياره اريدك تروح تكمل لي المهمه اللي قلت لك عليها على مود اشتري لك بلاي واشتري لك ملابس جديده ماشي يلا روح راقب الوضع وياي يا فرس تحش تشتري بلاي. صديق جيب عميته جابك على ايش؟ وقعك هنا. ايش بيك؟ ليك ولك سويت ابني؟ سريك سريب. ايش انت عمك تهتمني؟ ليش انت حسب الله ونعم الوكيل عليكم؟ يا رجال ركب سياره وساقها شكم يا صلاة. الله اكبر. دقك عمي سويت لك؟ ما ادري ايش سوى ما ابي شيء عمي والله ما ابي شيء. ما كسر ابني فوق ما هاي قلت لي ما في شيء الا كسرك بالسيج والله العظيم هسه راح اجيب المرور ايش تردون انا اعطيكم بس لا مستشفى ولا سلام عليكم وعليكم السلام اغاتي تفضل حبيبي انا احل لك الموضوع شلون تحل يا عم هذا مكسر حق الموضوع بس تسمع كلامي ان شاء الله وانا شريد انا ارد احل الموضوع لا يروح يذبوني بالسجن وهاي بعد شي خلصني وانا عندي دوام وعندي كل شيء حبيبي اعطيهم فد مليون 500 وحل الموضوع ليش يذبوك سجين وجيبه ورده وحضر عمك وحضر خالك اعطيهم مليون 500 وفض الشغله وما لك شغل يا عمي اذا السالفه تخلص بمليون انا اعلك بالمليون هذا المليون بس خلصني خذني هسه نحل الموضوع اخذ سيارتك وروح رحم الله والديك حبيبي ابو علي يمي يمي الموضوع صار أرد على أمك الموضوع أروح أخذ ابني للمستشفى بعدين أسولف وياك صراحة يلا ما دام راح يوم أشتريك بلاي وأشتريك بضاعة جديدة مال ملابس عمار تعال خذ قاسم الفلوس